نمشيو عند لالا فاطمة. الو الو صباح النور. صباح الخير، لاباس عليك؟ لاباس عليكم. هانين الله يبارك فيك، شكرا لك بزاف. بارك الله عليكم. بارك الله فيك، مرحبا بالمشاركة ديالك، وغادي يكون إن شاء الله أسبوع مميز معك بإذن الله. العفو العفو أختي، كنتمناو من عند الله. يا ربي آمين. لالا أختك، شنو اقتراحات اللي غتوجدي لنا اليوم إن شاء الله؟ إن شاء الله غدا اللي كيجي عندك الضيف خصنا نرحبوا بكم ونرحبوا بهم. الله يعطيك الخير، بارك الله فيك. عطيتكم أختي بالتمر واحد الطريقة جديدة. عرفتي علاش هاد الطريقة عطيتها؟ الناس دابا كتمشي لشي عز كتلقاي شي دار التمر غالي وزوين ومثلا ما عنديش باش نصاوب داك التمر. فعلا؟ انا عطيت طريقه اللي تمشي للناس اللي عندهم واللي ما عندهمش. يعني فهم اييه، ناخذ التمر على شكل نوقا. يعني ناخذ واحد الكميه تمر تقريبا من 300 ل 400. اي نوع ديال التمر ياك؟ ماشي بالضروره يكون مجهول. لا دابا غنمشيو للرخيص باش نحيدوا المشكل ديال التمر. يكون غير شويه مثلا معسل ولا معليش ماشي واخا ما يكونش يكون داك الحمر اللي طايب ماشي الاخضر. كنديرو 150 غرام ديال العسل اللي ما فيه حتى نسمه ديال القرعه، راه كيتباع عادي. كناخذو مثلا واحد 80 غرام ديال مشمش يابس. ناخذو 150 غرام ديال نوازيت محمر ومنقي. السيدات راه ما كيتحمرش النوازيت، كيدخل الفران سخون وكيتقشر حيت الا تحمر كيمرار هكذا. يعني الفران يكون سخون من قبل يعني وندخلو هذيك البندق الا مشات تحرق غير شويه درت ليه العافيه كيمر كيجي بحال الحدش، كيجي بحال تحرق. واخا اي واخا هو غير صفر كيجي مر. واخا نديرو معلقه زهر، اييه معلقه صغيره ديال القرفه. وباش نزينو اما نديرو جنجلان محمر بيض ولا احمر، اييه واما نديرو لوز نوكا ولا جنجلان نوكا ولا غير لوز مهرمش محمر، يعني السيده لها الاختيار. ومثلا اللي عندها الامكانيات وبغى تزيد البيستاش ولا تزيد اي فاكهه جافه يعني راه ما كاينش مشكل. واخا كنقبضو داك التمر، كنديرو بعدا العسل يسخن في كاسرونه وكنديرو في داك التمر درناه عجينه فورناه ودلكناه. وكنديروا القريفه، السيده ما تقوش القرفه اللي ما كتبغيش اللي ما كتبغيش ما ديرهاش مره. اييه وكنديروا داك النوازات يكون محمر ومهرمش غليظ، السيده تقطعو بالموس. اييه والمشمش هو مقطع مكعبات، ما دير ليه حتى شي حاجه حيت العسل والتمر سخون مي غديري فيهم داك المشمش غير طاب. ونزيدوا الزهر ونحرك واحد 5 دقائق جانس هادشي كله يتعلق داك التمر مع هذا والسيده الدوق. اييه شوف اش ممكن تضيف. اييه ديما صحو الدوق ديما. احنا منين نبداو نطيبو حنا نطبقو يعني راه ماشي عيب. اييه كنقبطو اما اطار كنفرشو فيه الكاغيط كندهنيو بزيت كنخويو في هاد الخليط، يعني باش من بغا نقطعو نديرو مربعات ولا السيده ديرو في الكاغيط وتقرمو بودرة قد البنانة. فهم؟ اييه مفهوم. ونخليو يبرد واحد شويه في الثلاجه ومن بعد نمرمدوه في هذاك اللوز ولا الجنجبان وداك الشيء اللي بغينا فعلا ونقطعوه في مربعات ولا دوائر ولا نديرو بودر كيفاش غيجينا يعني الشكل، وكيتحط في الكويغطات وكديرو السيده في المنطقه ديال الحفله ولا مثلا في واحد البواطه. اييه ملي كيدخل عندك واحد الناس مثلا الضيافه مثلا ولا استقبال الضيوف. هذا كنقدموه مع الحليب، يعني الناس كيديروا غير الحليب في الزهر، انا كنفضل مثلا يطرى الحليب نديروا فيه واحد نص كاس العقده اللوزي كنديروا في الكعبه، يعني ما كتضرش حتى 5 درهم. اييه العقده ديال اللوز كدي فيها الحليب. اللوز غيطحن مع السكر مع المسكين يعني يعطي كميه كبيره. نديروا يطرو مع نص كاس ديال اللوز عقده فيه مسكه فيه سكر. من السم يعني اصلا فيه اييه نقص واحد شويه في العقده ملي يكون صابو الكعبه نديرها في الكونجيلاتور. كيما عندنا شي دف نديرو غير معلقه صغيره في الخلاط ومثلا واحد الشكيطه تحليب على حسب الناس اللي عندك. والله الا فكره هذه هي مزيان. ومثلا واحد الحليب كيجينا بنين كناخذو مثلا في شي اماكن ولا في ريستورات ولا في مناسبات ديال التخيطه وما كنعرفوش اش فيه نعيو ما نسولو، كنقبطو نسطرو الحليب كنطحنوه مع فاني يكون سائل ماشي الغبره. وكنديروا معاه يترو ديال الكلاص لا كلاص اللي كناكلو ديال الفاني ونطحنوا كل شيء، يعني كلاص مع السطرة يترو الكلاص، يعني لا بغيتي نعطيك كيفاش كيتصوب نعطيه لك. واخا نخليو ان شاء الله ونعاودو نرجعوا ليه في هذا الاسبوع نذكرك فيه الكلاص ديال الفاني. ونطحنوا هذا الشيء كله ونزينوه في الشونتيي ولا بلي كوبون ديال الشوكولاته كحل ونقدموه. هذا يجي حتى ديسير تا هو يجي مزيان هكا.
هانتي بديتي الحفلة ديالك بالتمر. اي فعلا والله الا الطريقه سهله ومبسطه هي في متناول جميع السيدات. الله يعطيك الصحه لا فاطمه. امين اختي. غنبداو اختي بالبقايا ديال الحوت والدجاج اللي كنشوفينا في الدار ما كنعرفو ما نديرو به. تقريبا ناخذ واحد الكميه واحد جوج لايف ديال الحوت شاط ولا الدجاج ديال العراسات ولا اي حاجه. ولا عندنا غير دجاج سلقو ولا حوت عندنا هبره يعني. ايه ناخذ سطرة الحليب. ناخذ سطرة البطاطا كبار ولا 3-8 كبار. مليحه. ايه مع الكبار ديال الزبده. معلقه كبيره ديال الطحين. جمع كبار ديال الربيع. و100 غرام ديال الفرماج مشكوك الكريكير. كنقبطوا داك الحوت ولا الدجاج واخا يكون طايب داك الدجاج وشايط ماشي مشكل. والحوت ضروري يكون عندنا خضر. نديرو في داك الحليب ونسلقوه ونصفيوه ونحتفظوا بالحليب. ونفرتوا داك الدجاج ولا نفرتوا داك الحوت ونحطوه. كنقبطوا داك البطاطا كتكون مسلوقه وكنطحنوها مع شويه زبده واحد المعلقه كبيره ولا حتى المعلقه ونص باش تجي صباه وزوينه. وكنقبطوا شويه الحليب من داك اللي سلقنا في الحوت ولا الدجاج وكنبقاو نطحنوا بالبطاطا باش تجي عجينه طريه. صافي مفهوم مفهوم. كنقبطوا اختي ندهنوا واحد الطبسه اللي كيدخل الفران وتقدمي فيه بدل الحليب اللي شاطلينا كنزيدو فيه واحد 20 غرام ديال الزبده. وكنزيدو فيه واحد المعلقه كبيره ديال الطحين وكنحركوه يجينا بحال البشاميل يعقد يبقى جاري شويه نزيدو فيه ديك جوج معالق ديال الربع. واخا كنقبطو الطبق اللي غيدخل الفران وفي المتوقد نحطو فيه يعني هذوك الاطباق ديال الدجاج. كندهنو بالزبيده وكنفرشو داك الحوت ولا الدجاج ولا داكشي اللي عندنا وكنغطيو بهذيك الباط ديال البطاطا كلها وكنحكو على الفرماج ونديرو البيشاميل. نبقاو نديرو الطبقه ديال البيشاميل ونغطيو بالبطاطا وفوق البطاطا كنديرو الفرماج. كندخلو فيه 10 دقائق وكنقدموه سخون. الله يعطيك الصحه. يعني داكشي اللي بقى لنا ممكن فعلا فعلا. المهم ما زربتش ولا نتقلش. لا لا تبارك الله عليك راك غاده مزيان لا فاطمه. شكرا لك بزاف. ناخذ واحد الصوبه اختي بريتيش بالدجاج والكروفات. ايه كنحط واحد 100 غرام الشعريه كنسلقوها غير في الماء بارد نكبوا عليها غير الماء بارد مده شويه طويله من اللي غنصوبوا ونصفيوها ونقطعوا جانبان. ناخذ واحد الكميه ديال الدجاج شحال ما كان عند السيده مثلا واحد زيفه صغيره ديال الدجاج تقطع مربع ديال السدر. وحطنا الكروبات يكون منقي والكرنب ديال الكسكسو يكون بيض. ميه ماشي داك الخضر يكون بيض غادي البيضه في مره رايحين في المره عندهم فرق في اللوغو. ايه وكناخذ واحد 4 ورق ديال الخس وبكية الشامبينيو داك الكحل يعني شفينا يكون نكبوا عليه الماء بارد تنغسلوا فيه الرمله ومن بعد نكبوا عليه الماء طايب ونقلبوا راه كيكون فيه عامر بالرمله ونقطعوا رقيق بحال العديسات صغير ونقطعوا. ميه وكنشلوا بصله كبيره بصله ديما في لي صوب بيضاء. كناخذوا جوج بيضات وربعة المعالق كبار ديال الصلصه اللي كتباع في القرعه حاره. ميه اللي ما بغاتهاش تحيده ونعوضوها بالصلصه ديال لي زويتخ ديال المحار. ايه حتى تكون شويه تحيده وكنديرو جمع حيت انا البرد يعني زعما باش نعطيهم الطاقه. فعلا كندير جمع الزيت روميه وجمع كبار ديال الصلصه ديال الحوت ومعلقه صغيره زيت ديال الجنجلان وجوج معالق صغار ديال النشا ديال البطاطا ماشي الدراسه هو راه عنده فرق. ايه نشا ديال البطاطا. ماشي ديال الدرا ديال البطاطا وجوج معالق صغار ديال السيبولات. توم القصبي. وجوج معالق صغار ديال الربع مدنوس ماشي قزبر. وجوج معالق نديرو غير صغار الخل ونديرو اختي طولار ديال الماء يكون طايب ودرنا فيه واحد الضامه ديال الدجاج اختياريه. اللي ما بغاش غدير مليحه والبزار حيت البزار ما كنديرش في لي سو. نتبلو بلي بغينا.
دابا نعطيهم اختاروا هما اللي بغاو. كنشطفوا داك الدجاج ديك الزويته روميه ونزيدوا عليه ديك صلصه المحار ونمرقوا بديك صوت الماء وديك الضامه اللي قلنا ونزيدوا البصله شرائح رقاق ماشي صوتي شرائح رقاق بحال غنخضروا بها جوانح والكرم تا هو مقطع جوانح والشامبينيو مقطع رقيق وفي الاخر كنديروا الشعريه واخر حاجه ما كنديروا الكروفات يكون مخطوطين ما فيش حاجه يعني خضر نقبطوا داك البيض كنضربوه نضربوه بالضرب بحال غنصبوا واحد الطوميطه بالضرب بحال غنصبوا جينواز كاع باش السيدات يفهموا وناخذوا شويه المرق ونضربوا بداك البيض ما خصوش يطيب البيض خصو يعطينا واحد الصلصه كريم يعني فوم نقبطوا ناخذ داك النشا وكنزيد عليه هو شويه الماء ندوبوا حيت ما خصهاش نشد النشا في الطنجره باش ما تكورش ونحركوا ونضيفوا هادشي كله نزيدوه داك البيض والنشا يعني ما خصش ما يدير ما يديرش الخيوط خصني يعطينا كريم يعني فهم مفهوم ملي كنحيدو اختي هاد الطنجره من على النار كنزيدو فهاداك شويه الخل وداك شويه الربيع وكنزيدو فهاداك الزيت ديال الجنجلان وكنحركو كنقدموها في الزيت بديك شويه ديال الثوم القصابي من الفوق واخا راه كتجي يعني ما غاديش نقول لك واحد شوربه تبارك الله عليك يعني كتجي شوربه يعني لذيذه بزاف وسهله يعني احسن تفضلي يعني والضياف وبلا ما تدي معها حتى شي ماكله يعني راه كتجي يعني هي بوحدها تتشبع وتتجي يعني عاتلين الله يعطيك الصحه لا فاطمه يعني عندها قيمه ماشي زعما تبارك الله عليك شكرا لك بزاف لاله فاطمه على هاد الاقتراحات اللي قدمتي لنا اليوم واكيد ان شاء الله غادي نكملوا معك اسبوع بالكامل